صلوا على محمد وآل محمد. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. هو البيان من صدر الكربات وكبد المكرمات، يصدع بالأمر المكين، يحلق على جناح الشوق وجماح الشوك ولا يلين، ينهمر وابلا سيلا جارفا عاصفا لا يستكين، يمزق المدلهمات من كل الرماح الراعفة إلى البطاح الناسفة، التيه أولاهم وآخرتهم، والعدل سيف وثيق فلا يرتج بنان ولا يختلج جنان، كصرير الرعد في فوهات الحريق، يفرقهم في الأشتات وينشرهم في الأسى كالهباء، لا يرويهم شراب ولا يحملهم تراب، القدس بصيرتنا والقدس ذخيرتنا، نعاجلهم في كل حين. هذه بشائر يوم التناد، المهدي في الجبهات يشرق في جيش من المغيرات، راية الفتح من لدنهم مشكات، يا أمهات هنا فاطمة والعتاب، هنا فاطمة والعتاب الجريح، وقد أهدت لكل فارس عصبة ولامة وبندقية، ودعاء كوثريا مختوما بصباغ الحرية، وتنادي على أمة أعماها الرماد باسم أبيها ونجلها الذبيح، وتخطر بين الصفوف نهرا ونحرا والمدى طفوف، إن يا قدس عدنا للغادرية، لنبري اللهوف بالحتوف، ورب الفلق فلا ترجفنا شياطين ثمود وعاد، جيشنا في صنعاء وحشدنا في سامراء، ومعسكرنا في الشام وطهران النخيلة، عرض رمزي لسرايا التعبئة العامة لحزب الله من لواء القدس الأول. صلوا على محمد وآل محمد. جميع موسيقى أمام سر. Thank you.
النشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب الله وقوفا جميع كتيبة، قطار، انتظر. كتيبة، أمام، سر. كتيبة، كتيبة قف.
جميع دور. قسمنا عهد وعهدنا بيعة، وبيعتنا وفاء، ووفاؤنا وعد، ووعدنا صدق، وصدقنا راية، ونصر الله لنا آية. فلتسمع السماء ومن فيها، والأرض ومن عليها، نحن قوم ثابتون على عهدنا والبيعة لقائدنا. فقسماً قسماً بالله وكتاب الله، قسماً قسماً بدماء شهدائنا الأبرار، شهداء طوفان الأحرار، نعاهدك يا سيدنا يا قائدنا الأمين المؤتمن، ونحن الأوفياء. ما دمنا على الحق لا نبالي، أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا، فنحن عشاق الشهادة. قسم العهد والبيعة والوفاء لدماء الشهداء. عهدا لك نبايعك، قسما بالله إن على العهد. يسار دور. مرسلان سر. صلوا على محمد وآل محمد. لأجل القدس ولشهداء القدس والشهداء على طريق القدس، نبقى الآن مع نشيد طوفان الأقصى ونشيد ميعاد النصر بقيادة المنشد الشيخ حسين الأكرف. صلوا على محمد وآل محمد. يزلزل بعد الثاني طوفانا بعد الطوفان، ويدا شدت يدا. اضرب يا طوفان الأحرار، يا غضبة سيف الأقدار، حطم جيش العدا. بحرا براجا والنهرا، كل الأرض تقاوم، والعزة لن تغلب. صفرا صفرا نصرا نصرا، غزة قلب العالم، والقلب يبخ الإبا. ما زال يثور بنا الطوفان، يمن وعراق لبنان، كل شعوب الفدا. يا قدس انزفيها
طفلا فطفلا بعدها قري، فما الطفل الفلسطيني إلا صانع النصر. على نسب الطفولات تعلمنا البطولات، سلام الله يا أطفالنا في غزة الصبر. كل أطفال أضحيتي نبي عادت مصرياتي بالجراحات الزكية ذاك وعد. ما طفل خاض حربا تحت الأنقاض إلا أضحى فجرا يعلي النصر حتى يقتل. نصف الأطفال يصنع مجد اللوزان، طفل تحت القصف شوق يطفي عين المحتل. فهنا الطفل الثائر لو قتلوه يكبر. فهنا الطفل الثائر لو قتلوه يكبر. وإذا قطفوا غصنا لينمو غصنا حر آخر. جيل من جيل يبقى عين إسرائيل يرمي فيها الخوف يعزف عصفة حتى تنحل. جيل من جيل يفقع عين إسرائيل يرمي فيها الخوف يعصف عصفة حتى ترحل. كل أطفال التضحية جميعا تنصر آتي بالجراحات الزكية ذاك وعد. بسم الله، وما النصر إلا من عند الله، ولأن النصر وعد الله جل وعلا فلن يقف طوفان ليقوم طوفان آخر. فمع نشيد طوفان الأحرار. زلزل بعد الثاني طوفانا بعد الطوفان، ويدا شدت يدا اضرب يا طوفان الأحرار، يا غطبة سيف الأقدار حط جيش العدا. بحرا براجا والنهرا كل الأرض تقاوم والعزة لن تغلب. صفرا صفرا نصرا نصرا غزة قلب العالم والقلب يبخ الإبا. ما زال يثور بنا الطوفان، يمن وعراق لبنان كل شعوب الفدا. نضرب يا طوفان الأحرار، يا غطبة سيف الأقدار حطم جيش العدا. يا أيها الموت الذي قد ثار من تحت الركاب، طوفان دمع نازف أبلغ من كل الكلام. من طفلة تغفو على تكسير زيتون السلام، نامت على أنقاضها والثأر عنها لن ينام. أبدا لن يجف الدم والقدس لا تهزم والنصر لله.
يوم القدس وعهدا قد جاء الوعد أبابيل. أنت السجيل الرامي يا مخرز عين إسرائيل. يا يوم القدس وعهدا قد جاء الوعد أبابيل. أنت السجيل الرامي يا مخرز عين إسرائيل. سنصلي في القدس نحن السر المكنون، نحن شعوب البأس يا صهيونية قد صرنا لك عزرائيل. سنصلي في القدس في أيدينا الفأس، وبه لسنقطع يا أقصى تاريخ إسرائيل. سنصلي في القدس نحن لا نهزم، ومنا عطاء الدم سقى نخلة الصبر. ريح الهم شراع لبايا من إلى ضفة النصر. منتصرون شهداء غرباء سجناء، والله لا نهزم. صلوا على محمد وآل محمد. نحن الأوتاد، نحن الغالبون، ونور الله من جباه الشهداء عارم مبين، أول الفرق في فيالقنا، زحوف تتبعها زحوف فلا تلين. للقدس شددنا أواصر الوعد، صبحا وعشية سنعيدك إلى كنف الأوطان صبية. ونوزع النصر من أقاح الورد من الشمال إلى الجنوب، كل الجهات في وترنا منية. ترد قاتلنا من خيبر إلى غزة وجنين، قد سلكنا الصعب هذا دمنا في الأرض يطوف لا تعد. فالسماء ناظرة إلينا، كل ساعة في نارنا قطوف، والعالي المقام الشجاع الهمام، وارف الضوء كالبدر التمام. شمس تضحض الليل ما بين يديه ويدينا، شغوف عطوف رؤوف يزدحم القلب عشقا وسكينا. إنا نباهي به ألف عام من الغرام، لقد من الله به علينا، مقامه هنا يا لحسن المقام. فلا تعد علينا الأعمار، كلها برهة في دوات حبه وقناة حربه، جمان الروح من جمانه. خلقنا كلينا هذا نجل حيدر الكرار، فاستبشروا يا غيارة في هذه الليلة أسفل الصباح، حاضرون في كل ساح. لم ولن نترك السلاح،
لبيك يا ابن فاطمة، لبيك يا نصر الله، 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم الإخوة والأخوات، وأشكركم على هذا الحضور الكبير في هذا اليوم الذي يعبر ونعبر فيه عن التزامنا وموقفنا ومقاومتنا وآمالنا العظام. نبدأ الحديث في يوم القدس أولاً عن الشهداء، الشهداء على طريق القدس في مختلف الميادين والساحات، في غزة، في الضفة، وما كان طوفان الأقصى إلا من أجل القدس والأقصى، في اليمن، في العراق، في إيران، في سوريا، في لبنان. الشهداء ما زالوا يتقدمون ويرتقون من ساحات وفي ساحات الجهاد المختلفة. يجب أن نخص بالذكر وأن نتوقف عند شهداء الأيام الأخيرة في الغارة، في العدوان الإسرائيلي الغاشم على القنصلية الإيرانية في مدينة دمشق، والتي أدت إلى استشهاد عدد من الأعزاء الإيرانيين والسوريين وغيرهم. ومن بين هؤلاء الشهداء هناك شهداء قادة كبار أعزاء لهم قيمة تاريخية في مسيرتنا، وليس قيمة عادية. أعني بالتحديد الشهيد القائد اللواء محمد رضا زاهدي، المعروف فيما بيننا بالحاج أبو مهدي أو الحاج مهدوي رضوان الله تعالى عليه، وإخوانه الشهداء العميد الشهيد حاجي رحيمي، الشهيد حسين أمان الله، الشهيد مهدي جلالتي، الشهيد محسن صداقة، الشهيد علي آغا بابائي، والشهيد علي صالحي وزبهان. نتقدم في مناسبة استشهاد هؤلاء الأعزاء بأسمى آيات التبريك والتعزية، كما تعودنا في الشهادة وفي الشهداء نبارك ونعزي، بسماحة الإمام السيد الخامنئي دام ظله الشريف، للمسؤولين الكرام في الجمهورية الإسلامية، وبالخصوص لقيادة حرس الثورة الإسلامية وقوة القدس، ولعائلاتهم الشريفة فردا فردا وعائلة عائلة. طبعا شهادة هؤلاء الأعزاء هو أمر كبير جدا في نظرنا، وأنا سأتطرق إلى هذا الموضوع في أثناء الحديث، لكن خصوصا فيما يتعلق باللواء الشهيد زاهدي
وبسبب فضله الكبير علينا على المقاومة في لبنان بالتحديد، وهو عاش معنا في مراحل متعددة ومتنوعة ولسنوات طويلة، طبعا بعيدا عن الأضواء، بعيدا عن الظل، بعيدا عن الأضواء وفي الظل، وقدم خدمات جليلة لحركة المقاومة في لبنان بالتحديد ولكل حركة المقاومة في المنطقة. ذلك نحن إن شاء الله من أجل أن نعطي بعض الحق لهذا القائد الكبير والمتفضل والمجاهد والمهاجر والشهيد. سنقيم في هذا المكان أيضا يوم الاثنين إن شاء الله في الساعة 4 احتفالا تكريميا له ولإخوانه الشهداء، وآمل من جميع الإخوة والأخوات إن شاء الله أن يشاركونا في احتفالنا التكريمي هذا لهؤلاء الشهداء العظام والكبار والقادة. طبعا هذه الحادثة وبالتالي ما يتعلق بهذا الشهيد القائد وبهؤلاء الشهداء، سيرتهم، ما يتعلق بسيرتهم، بإنجازاتهم، بمظلوميتهم، بجهادهم، بكرامتهم، بموقعيتهم، نتركه إن شاء الله ليوم الاثنين. وطبعا هذه الحادثة هي مفصل منذ 6 أشهر في حوادث طوفان الأقصى، هي مفصل لها ما قبلها ولها ما بعدها، وهذه نقطة سأترك الحديث عنها لوحدها في سياق الكلمة الله حول الرد الإيراني واحتمالات الرد الإيراني وتداعيات الرد الإيراني ومشاكل وتأثيره على مجمل هذه المعركة. بالعودة إلى المناسبة الأساسية التي اجتمعنا من أجلها اليوم، يوم القدس آخر يوم جمعة من شهر رمضان، كما أعلنه سماحة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. هذا الموقف الذي أعلنه الإمام في ذلك الحين في الحقيقة هو تعبير متقدم عن موقف قديم وتاريخي لجميع مراجعنا الدينية منذ إرهاصات قيام الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، يعني من قبل 48 لما بدأت ملامح الحركة الصهيونية والعصابات الصهيونية ومجازرها في فلسطين المحتلة، وصولا إلى تأسيس الكيان 1948 وما بعده وإلى اليوم. مراجعنا الكبار والعظام في النجف الأشرف، في العراق، في قم، في مشهد، في إيران، في لبنان، في كل الأماكن، علماؤنا وأسماؤهم معروفة وكبيرة، كلهم أجمعوا وما زالوا، وهذا هو المهم أيضا، وما زالوا حتى اليوم على هذا الإجماع، على رفض هذا الكيان، عدم شرعية هذا الكيان، على اعتبار إسرائيل دولة غاصبة ومحتلة لكل فلسطين من البحر إلى النهر، على حق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه ومقدساته وإقامة دولته من البحر إلى النهر، على وجوب رفض هذا الكيان ومقاومة هذا الكيان وتحرير هذه الأرض والمقدسات. هذه أمور نهائية، ومن موقع الإيماني والديني والشرعي والفقهي والقرآني والنبوي، ولا يتسلل إلى هذا الموقف أي تبديل أو تغيير أو تعديل. هذا أيضا هو موقف كل المرجعيات الإسلامية الدينية في العالم الإسلامي منذ ذلك الوقت، السنية والشيعية. نعم، قد نجد بعض المشايخ، بعض الأشخاص الذين ينتمون إلى مؤسسات دينية تابعة للحكام قد يبدلون في موقفهم. إذا كان الموقف الإسلامي والديني والشرعي يستند إلى كتاب الله وسنة رسوله
فهذا هو الموقف المجمع عليه الذي لا تبديل فيه ولا تعديل حوله. أما إذا كان الموقف لا يستند إلى كتاب الله وسنة رسوله بل إلى رغبة الحكام ملوك أمراء رؤساء، من الطبيعي أن تتبدل الأحكام والفتاوى والمواقف بتبدل رغبات هؤلاء الحكام. هذه قضية من العظمة ومن الأهمية لا يمكن أن تمس من الناحية الشرعية. الإمام الخميني قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران ومنذ تصديه للشأن العام في مدينة قم وتصديه للمرجعية وبدئه أيضا للثورة في بداية الستينات العام الماضي القرن الماضي، الإمام الخميني موقفه من إسرائيل، من أمريكا، من الشعب الفلسطيني، من المقاومة واضح وفتاواه واضحة. بدي أقول شيء مهم فيكم ترجعوا فيه لبيانات علمائنا ومراجعنا وفتواهم، وهو شيء يعبر عن مدى شرعية إيمانهم بهذه الشرعية، وهو الإجازات التي أعطاها هؤلاء المراجع بصرف جزء من الحقوق الشرعية للمقاومة الفلسطينية ولفصائل المقاومة الفلسطينية ولشؤون المهجرين واللاجئين من الشعب الفلسطيني. ونحن في فهمنا الديني الشرعي في الدائرة الشيعية نعرف مدى حساسية مراجع الدين عندما يأذنون في إعطاء إجازات وتصرف في الأموال الشرعية والحقوق الشرعية. هذا يؤكد العمق الديني والشرعي والفقهي والأخلاقي والإنساني لهذا الموقف وليس للاعتبارات السياسية. الإمام الخميني هذا وأيضا موقفه كان، لكن ما هو الجديد في يوم القدس؟ الجديد أن موقف الإمام الخميني هذا هو بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، بعد أن أصبح هناك دولة اسمها الجمهورية الإسلامية في إيران. عندما يصبح لديك دولة وحكومة ونظام ومسؤولية عن شعب بعشرات الملايين، حينئذ يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تبعات الموقف. هل تبدل الموقف؟ هل تغير الموقف؟ على الإطلاق. هنا قيمة الإعلان من قبل الإمام عن الموقف من جديد. قبل انتصار الثورة الإسلامية وقيام نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، قد يقول قائل أنتم مراجعكم علماؤكم يصدرون الفتاوى والبيانات والمواقف وليس لديكم ما تخسرونه، ليس لديكم دولة ولا حكومة ولا نظام، عندكم كم مدرسة دينية وكم مسجد وكم حسينية ومدرسة، هذا هو، ففيكم تفتوا وتدعو الناس إلى الجهاد وتحمل تبعات الجهاد. أهمية يوم هذا الموقف الجديد للإمام بعد انتصار الثورة أنه يتكلم من موقع قيادة الثورة الإسلامية في إيران، من موقع قيادة الأمة، من موقع قيادة نظام اسمه الجمهورية الإسلامية في إيران. وهذا الموقف له تبعات في العلاقات الإقليمية وفي العلاقات الدولية كما حصل بالفعل. والجمهورية الإسلامية في إيران منذ انتصار الثورة ومنذ قطعها العلاقات مع إسرائيل، وكلنا يعلم أن الشاه ونظام الشاه كان على علاقة استراتيجية مع إسرائيل، والسفارة الإسرائيلية في طهران كانت من أهم وأكبر السفارات. منذ قطع العلاقات مع الكيان وتحويل السفارة إلى سفارة فلسطين منذ ذلك اليوم، وإعلانه الحاسم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل فصائله ورفضه المطلق للكيان الصهيوني ولوجود هذا الكيان، كم تحملت الجمهورية الإسلامية من تبعات وأعباء هذا الموقف العقائدي الإيماني الأخلاقي الإنساني السياسي الجهادي الاستراتيجي.
وما شنت عليها من حروب، وما فرض عليها من حصار، وما وما وما، كل ما تعرضت له أحد الأسباب الرئيسية، بالتأكيد ليس هو السبب الوحيد، أحد الأسباب الرئيسية. طب هناك أسباب أخرى، عندما تقطع أيدي أمريكا الناهبة عن إيران طبيعي هذا سبب، عندما يصر الشعب الإيراني على سيادته الحقيقية، مو سيادة الشعارية اللي كل واحد بيركض على السفارات وعلى الأجهزة المخابرات، السيادة الحقيقية على الحرية الحقيقية، فمن الطبيعي أن يواجه ما يواجه. لكن أحد الأسباب الكبرى في شن الحروب على إيران وعلى العداء لإيران ومحاصرة إيران الجمهورية الإسلامية هو هذا الموقف في موضوع إسرائيل والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية والشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية منذ عام 1979. هون الإضافة النوعية في موقف الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، والتميز عن الموقف التقليدي لكل مراجعنا خلال الفترة الماضية، وهذا الموقف ما زال مستمر. سماحة الإمام الخامنئي دام ظله في كل مناسبة يؤكد على هذا الموقف. قبل أيام قليلة في ظل الشهداء الذين قضوا في القنصلية في دمشق أكد على هذا الموقف. مراجعنا الدينية في كل مكان في العالم يؤكدون على هذا الموقف وهذه الرؤية اتجاه إسرائيل والكيان الصهيوني والمشروع الصهيوني. يعني لنعرف نحن وين بأي سياق، إنه هذا يعني موقف حزبي بالنسبة لنا، ما هذا موقف والله حزب الله أو موقف حركة أمل، يعني المنطلق هو موقف حزبي أو حركي أو سياسي أو له علاقة بالمصالح السياسية والمكاسب السياسية، والله لا، هذا موضوع أعمق بكثير. وأنا عندما أتحدث في الدائرة الشيعية، والجمهورية الإسلامية قدمت في سبيل هذا الموقف التضحيات الجسام على كل صعيد، سياسياً اقتصادياً عسكرياً أمنياً، يعني كل العمليات القتل والاغتيال والأحداث التي حصلت في إيران والاعتداءات من يقف خلفها؟ قتل العلماء النوويين السلميين من يقف خلفه؟ كل هذا يدفع ثمن هذا الموقف. وآخرها الشهداء القادة والشهيد اللواء زاهدي رضوان الله عليهم أجمعين قبل أيام. الكل يعرف أنه إيران اليوم لو إجت قالت للأمريكان، وبالمناسبة حتى الآن إيران ترفض أي لقاء مباشر مع الأمريكيين وأي تفاوض مباشر مع الأمريكيين، في الوقت الذي تسعى أغلب دول العالم، بدي أقول كل دول العالم، بيتمنوا يلتقوا مع الأمريكان ويحكوا مع الأمريكان ويتفاوضوا مع الأمريكان. الجمهورية الإسلامية في إيران حتى في الملف الحساس لها والذي له أهمية عالية جدا وهو الملف النووي، حتى الآن ترفض التفاوض المباشر. طبعا هذا له فلسفته، مش انه موضوع عناد او مشاكل، له فلسفته وله رؤيته المرتبطة ب يعني التفاوض مع الامريكيين وطريقة الامريكان بالتفاوض والاملاءات والضغوط وفرض الشروط ومشاكل. فطيب لو اجت ايران الان، بدي المقطع الايراني خلصه بالاول وبرجع لفلسطين، لو اجت ايران اليوم وقالت نحن حاضرين نتفاوض نحن والأمريكان، أصلاً الأمريكان قتلين حالهم بزمن ترامب وبزمن بايدن، وترامب بتتذكر وحتى لما مزق الاتفاق النووي كان يقول الإيراني أنا جاهز وأنا حاضر وأنا حاضر اتفاوض ونتفاهم ونوصل لنتيجة. من أول يوم إجا بايدن وما خلى صديق مشترك ولا قناة إلا وأرسل الإيرانيين تعوا لنحكي وجهاً لوجه ومنقدر أنه نوصل للنتائج المطلوبة. لكن الإيرانيون لا يخدعون، لا يخدعون. في كل أحوال
لو اجت ايران اليوم وقالت تفضلوا نعمل تفاوض مباشر. حتى الان حتى بالتفاوض المباشر ايران ترفض الحديث عن ملفات المنطقة. وكل شيء بتقروا بالجرائد يا اخوان، مع احترامي للمحللين والكاتبين والدارسين، يا هن عم يخترعوا من دماغاتهم يا انه عندهم مصادر معلومات. اذا من دماغكم هذا اوهام، واذا مصادر معلومات فهي مصادر معلومات خاطئه، ما بتعرف، مش صحيحه. الجمهوريه الاسلاميه لم تفاوض ولا تفاوض على الملفات الاقليميه ابدا مع الامريكان، لا بموضوع اليمن ولا سوريا ولا العراق ولا لبنان ولا فلسطين ولا 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 اي شيء. ولما بتفاوض بتكون جزء من تشكيل علني. مثلا تتذكروا ايام احداث افغانستان في شيء اسمه 5+1 او 5+2 ضمن اطار دولي كانت ايران تشارك. في مرة بالعراق وبطلب من الحكومة العراقية في ذلك الحين قبلت ايران تقعد انه والامريكان على طاولة واحدة، ولكن حطوا شرط ان يكون الوفد العراقي حاضرا، يعني صار اللقاء ثلاثي ما كان لقاء ثنائي. لذلك كل اللي هلأ بيحللوا وبيقول لك ما يجري في غزة وفي فلسطين وفي جبهة لبنان واليمن والعراق و و و و والانتخابات الرئاسية في لبنان، ويمكن بكرة يقولوا الانتخابات البلدية كمان في لبنان، أنها تنتظر المفاوضات الإيرانية الأمريكية. يا أخي ما في مفاوضات إيرانية أمريكية لها صلة بالملفات الإقليمية. هلا ما بدكم ما بدهم يصدقوا يصفلوا، بس أنا أتحدث من موقع المعرفة الدقيقة في هذه الأمور. فسؤال اللي كنت عم بطرحه، لو هلا إيران بتقول لهم تفضلوا تفاوض مباشر وبنحكي بالملفات الإقليمية، بيبقى الضغط والحرب والحصار على إيران مثل ما هو؟ وين بتصير إيران بالمنطقة؟ وين بيصير الآخرين بالمنطقة عند الأمريكان؟ يعني إذا إجت إيران بدها تفهم مع الأمريكان وتحكي مع الأمريكان وتعمل ترتيب للمنطقة مع الأمريكان، بقايا وين بيصير؟ بقية اللاعبين بأي ملعب بأي قاعة بينحطوا ساعتها؟ حبيت أقول هالفكرة لجاوب على سخافة عم نسمعها دائما، بنسمعها نحن بلبنان دائما كنا نسمعها قبل 2000 وبال2000 وبال2006 وبعد 2006 واليوم. بس هلا بعد طوفان الأقصى، لأن بدي أركز حديثي على طوفان الأقصى، سخافة إنه كل ما يجري هنا في المنطقة من طوفان الأقصى وما بعده وجبهات المساندة، كل هيدا مسرحية أمريكية إيرانية، سيناريو أمريكي إيراني، توزيع أدوار أمريكي إيراني. حتى قرأت كلاما لا أعلم كيف يمكن أن تصفه، أن القصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق هو جزء من سيناريو أمريكي إيراني لترتيب وضع المنطقة. تعرفوا هول يعني هول شو بتحاججون؟ هو مثل من قال بال2000 أن هزيمة إسرائيل هو اتفاق إيراني إسرائيلي أمريكي، لأنه في ناس مش قادرين يقبلوا أن إسرائيل تهزم، لأنه ساعتها بينفضحوا، بينفضح كل تفكيرهم ومواقفهم وتاريخهم وحياتهم وسلوكهم ومستقبلهم. ولذلك ما بيقدر يستوعب أن الانسحاب من جنوب لبنان هزيمة إسرائيلية بال2000، أن الانسحاب من قطاع غزة هزيمة إسرائيلية مقابل فلسطيني، ما بيقدر يستوعب أن هذه المقاومة أو أن هذه الشعوب، أن الشعب اللبناني أو الشعب الفلسطيني أو الشعب العراقي أو السوري أو اليمني أو يمكنه أن ينتصر. أي شيء ظاهره الانتصار يفسر عند هؤلاء المتخاذلين الضعفاء الأذلاء في أنفسهم الذين يعيشون عقدة الحقارة في نفوسهم، يفسر بأنه هذا سيناريوهات ومسرحيات وحكي فاضي من هذا الشيء. وهذا سمعناه هلأ خصوصا بالأيام الأخيرة كثيرا. بأي منطق؟ أنا بعض الإخوان بيقولوا مليح أرد عليهم، ويا أخي شو بتحججهم؟
يعني هذا عقل؟ هذا عمى. هؤلاء معتوهون، يعني في واحد معتوه اللي بيحكي هاي اللغة وهذا المنطق. إيوان تقدم خيوة قادتها شهداء وتتحمل حصار وظروف اقتصادية ومعيشية صعبة وضغط على العملة الوطنية وا 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 هذا كله هذا سيناريو بين أمريكا وإيران. أي مجانين بيحكوا هاي اللغة؟ وأي مجانين بيقبلوا هاي اللغة؟ هذا هو مستوى المعتوهين الذي وصلنا إليه في هذا الزمان. هذا مستوى من الجنون، من الجهل، من الحقد. الجمهورية الإسلامية موقفها واضح وموقفها حاسم وتعمده دماء الشهداء، مثل ما لما بلش باليمن يضرب السفن الإسرائيلية أو الذاهبة إلى فلسطين المحتلة. خصوم أنصار الله في اليمن شو صار يقولوا؟ هذا سيناريو أمريكي مع أنصار الله وبعض دول الخليج وبعض الإعلام الخليجي. سيناريو هذا مسرحية، هذا لعب عمليات وصواريخ ومسيرات وتعطيل مينائيلات وضرب للاقتصاد الإسرائيلي ومخاطرة عند بيواجهها الأمريكان والإنجليز. يشرب قهوة يقول هذا مسرحية، هذا سيناريو، هذا لعب. ما هذا المستوى؟ يعني هذا أي عقل وصل إليه هؤلاء القائلين أو يتقبله هؤلاء المستمعين؟ على كل، الجمهورية الإسلامية في موقفها ومواقفها كانت سنداً حقيقياً منذ 1979 لكل من يقاتل هذا الكيان ويواجه هذا الاحتلال ويقاوم في لبنان، في فلسطين، في المنطقة. والجمهورية الإسلامية بموقفها وبدعمها ومساندتها غيرت الكثير من المعادلات، خصوصا بعد خروج مصر في كامب ديفيد، وأسقطت الكثير من مشاريع الهيمنة، وساعدت في إسقاط الكثير من مشاريع الهيمنة، وساهمت في انتصارات المقاومة في لبنان وفلسطين والمنطقة. وفي العشرية النار أسقطت أكبر مؤامرة تاريخية على أمتنا وعلى شعوبنا وعلى دولنا وعلى مستقبلنا وعلى أجيالنا وعلى مقدساتنا، وقدمت أعز رجالها على هذا الطريق الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني رضوان الله تعالى عليه. أيوة. وهذا الموقف أنا بحب أكد لكم، قبل قصف القنصلية وبعد قصف القنصلية وشو ما صار على إيران. إيران لو كانت تريد أن تبدل في موقفها لفعلت ذلك خلال عشرات السنين الماضية أمام ما واجهته من أخطار وحروب وصعوبات وما زالت تواجه. هذا الموقف الراسخ الصامد الصلب والذي عبر عنه أيضا الشعب الإيراني ويعبر عنه في كل المناسبات، وفي خروجه اليوم في أكثر من 2000 مدينة وبلدة إيرانية، ويعبر عن التزامه بموقف القيادة الحالية وموقف الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. لذلك لكل المقاومين الذين يسندون ظهرهم إلى الجمهورية الإسلامية بعد الله سبحانه وتعالى، يجب أن يشعروا دائما بالطمأنينة وبالسكينة وبالثقة أن هذه القلعة الإلهية الراسخة الصلبة الإيمانية الجهادية لا يمكن أن تخذل، ولا يمكن أن تطعن، ولا يمكن أن تخون، ولا يمكن أن تبيع، ولا يمكن أن تتخلى عن إيمانها وعن دينها وعن أصدقائها وعن المظلومين، خصوصا المظلومين في هذه المنطقة. وأمر آخر يجب أن نحسمه أيضا، نحن حاسمينه من زمان بس لازم يحكيه مجددا، هاي قصة أنه والله بالإعلام اللبناني وبالإعلام الخليجي وبالإعلام العربي، وانتو جماعة إيران وانتو إيران وإيران وإيران وكل شيء بنعمله إيران،
لقلن احكوا قد ما بدكن وتعبوا قلبكن قد ما بدكن واكتبوا قد ما بدكن وصرخوا قد ما بدكن بالنسبة لألنا وبالنسبة لكل وبالنسبة لكل مقاوم شريف في هذه المنطقة. نحن نشعر ويجب أن نشعر أن العلاقة مع إيران والصداقة مع إيران والتحالف مع إيران هو عنوان الفخر، هو عنوان الشرف، هو عنوان الكرامة الإنسانية في هذا الزمان. الذي يجب أن يخجل هو من يطبع مع إسرائيل، هو من يقيم العلاقات مع إسرائيل، هو من يدافع عن إسرائيل، هو من يسوغ ويبرر لإسرائيل جرائمها. الذي يجب أن يخجل هو من يقيم علاقات صداقة، بدي افتح الملف على الآخر، هو من يعتبر أن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية المسؤول الأول عن كل الجرائم، عن حرب الإبادة، عن كل حروب المنطقة على لبنان وفلسطين وسوريا والعراق والكويت والمنطقة واليمن وإيران، هذه الدولة المسؤولة وأفغانستان عن كل المجازر والجرائم البشعة، اخجلوا من العلاقة معها، اخجلوا من الصداقة معها، اخجلوا من التحالف معها. بايدن يداه ووجهه وكل إدارته مش ملطخة، غارقة في دماء الأطفال والنساء في غزة وفي لبنان وفي المنطقة. العلاقة مع القتلة، مع المجرمين، مع مرتكبي الإبادة الجماعية، مع ناهبي بلادنا وشعوبنا، هي العلاقة التي تدعو إلى الخجل، هي العلاقة التي تعبر عن العيب. أما العلاقة مع من يساند ويدعم وينصر المظلومين والمستضعفين ويقويهم ويمدهم بالمال والسلاح والموقف ويتحمل معهم كل التبعات، هذه علاقة شرف، هذه علاقة أخلاق، هذه علاقة كرامة، هذه علاقة إنسانية، هذه علاقة وفاء. من يمد لكم يد المساعدة والعون لتستعيدوا أرضكم ومقدساتكم ونفطكم ومياهكم وسيادتكم، كيف تعاملونه؟ من أبسط المبادئ الأخلاقية الشكر، شكر المنعم خالق أو مخلوق، شكر المفضل، شكر الداعم، شكر المساند، من أبسط المبادئ الأخلاقية الوفاء. لذلك هذا موضوع نحن متجاوزينه، والبعض اللي بيعتبر بلبنان وبغير لبنان انه اللي بضل حامل هذه الراية وانه يلا بنضل هيك، بالعكس بالعكس، نحن لما بينقال عنا جماعة إيران نحن نكون أعزاء ومبسوطين ومكيفين، ما تخنون عن انتم خمنين عم تسبونا، لا انتم عم تسبونا، انتم خمنين عم تسبونا. يوم القدس هذا بالشق الإيراني بيبقى موضوع رد على القنصلية، بيجي له بسياق الكلام بعد قليل. يوم القدس يأتي هذا العام مختلفا بسبب طوفان الأقصى. ستة أشهر مضت من الحرب، نصف عام من القتال المتواصل في غزة وفي جبهات الإسناد ومن الصمود الكبير الشعبي لأهل غزة ولأهل فلسطين عموما. لا شك أن مفصل طوفان الأقصى يعني 27 هو مفصل في تاريخ منطقتنا، كيف بنقول 48 قيام الكيان، 67 حرب 73 مصر سوريا، دخول مصر في كامب ديفيد هذا مفصل تاريخي، انتصار الثورة بإيران 79 مفصل تاريخي، اجتياح لبنان 82 مفصل تاريخي، تحرير 2000 حرب 2006، هاي مفاصل تاريخية. 27
هو مفصل تاريخي، وما قبل طوفان الأقصى ليس كما بعد طوفان الأقصى على كل صعيد، بالنسبة للعدو، بالنسبة للصديق، وبالنسبة للمنطقة، حتى بالنسبة للعالم. أنتم شايفين هذا الشيء. الأهم أن الإسرائيلي يسلم بهذه النتيجة، وسمعنا الكثير من المسؤولين الإسرائيليين يتحدثون ويقولون أنه نحن من 48 ما شفنا هيك شيء، وهذا حدث ضخم وكبير وتاريخي، ولذلك هم سموا معركتهم أو حربهم حرب البقاء الثانية أو حرب الوجود. يعني نحن أمام حدث جعل، وهن عم يحكوا صح، بيحكوا صح، العادة منقول الإسرائيلي ببالغ بكذب بخادع، هون عم يحكي صح، أن طوفان الأقصى جعل بقاء إسرائيل، وجود إسرائيل في دائرة الخطر، وكشف هشاشتها وضعفها وفشلها الأمني والعسكري والسياسي والمعنوي، في حالة ضياع، في حالة انهيار، في حالة تشتت لساعات، لولا أن تداركها الشيطان الأكبر بكل قوته، بايدن والإدارة الأمريكية والأساطيل الأمريكية والاتصالات الأمريكية والتهديدات الأمريكية والاستعداد الأمريكي للدخول في الحرب. ليه؟ يعني الأدي كان بدأ القصة من الأمريكان، لولا التقييم المشترك الأمريكي الإسرائيلي أن ما جرى في 27 يكاد أن يدمر ويوقع ويسقط هذا الكيان. وهذا يجعلنا نفهم أيضا مستوى الوحشية في رد الفعل، لأن الحرب التي بدأت على غزة هي ليست حرب عقل سياسي ولا عقل عسكري ولا واحد عامل أهداف وبده يسعى لتحقيق الأهداف، وإنما هي حرب من فقد عقله، ناس مجانين، ناس خوت، ناس بدهم يتقموا، متوحشين، مجرمين، قتلة، جزارين، يريدون أن يستعيدوا عن هذا الذي حصل بهذه الطريقة، قتل الناس، تدمير كل شيء. ولذلك هذه أيضا من أسباب الفشل في الحرب، لأنه إسرائيل ما عم تخوض الحرب بعقل. طبعا هناك أسباب أخرى، المقاومة، الصمود، العناية الإلهية أولا وأخيرا، لكن هذا من الأسباب العلمية والموضوعية. بعد 6 أشهر من الحرب ما زال نتنياهو وجالنت وكثيرون فاقدين لعقولهم، أصلا بتشوفهم على التلفزيون بعضهم من وجهه من عيونه من حكياته بعضهم سطل، يعني من 27 بعضهم ضيع. ولذلك مواصلة الطريقة التي يواصلون فيها القتال هي أعمال ناس فقدوا كل شيء. مثلا من مظاهر ذلك، هو بالحقيقة من مظاهر الفشل، أنه ما حقق ولا هدف. طيب إلا شو بقي عنده؟ تجويع، حصار، واستمرار المجازر. طيب حتى لما اجت بعض الدول تزت مساعدات من السماء، بيروحوا الشباب الفلسطينيين ليلموا المساعدات، أو بيفوت الشاحنة بيتجمع عليها بيجي الطيران الإسرائيلي بيقصفهم. طيب أول مرة غلط، طيب تاني مرة بالغلط، مش غلط، كل يوم كل يوم، اليوم شفنا على التلفزيون وأمس شفنا على التلفزيون حتى شباب عاديين، يعني بس حامل حصة تموينية وعم يركض فيها بيقتله وما بيخليه يقوم وما بيخليه يمشي. هذا القتل لماذا؟ هذا من أجل التجويع، من أجل الضغط، من أجل الإرهاب، لأنه ما بقي عنده شيء بالميدان، ما عنده أفق في غزة، خلاص. هلا بقول لك رفح وما رفح، أنا حكيت المرة الماضية، افترض يا خيي افترض راح وعمل عملية رفح وخير إن شاء الله، ما وفات على غزة وطلع، وفات على خان يونس وطلع، وبيفوت على رفح وبيطلع وخير إن شاء الله. هذا لا يعني أن المقاومة بحماسها وجهادها وكل فصائلها الشريفة قد انتهت في غزة. اليوم كبار الجنرالات بإسرائيل بيقولوا له لا يمكن القضاء، لا يمكن القضاء على المقاومة في غزة بهذه الطريقة اللي أنت عم تشتغل فيها.
طيب بالميدان واضح الآن ما هو في غزة هو عمليات، يعني لم يعد هناك حرب بمعنى الحرب، نعم هناك عمليات ولكن هناك ارتكاب لمجازر بالقصف الجوي والقتل للمدنيين وتدمير الأبنية ومنع المساعدات والتجويع. طيب بالميدان ما وصل لنتيجة، وبالمفاوضات كمان ما وصل لنتيجة، وكل الضغوط على المفاوض الفلسطيني وكل التهديد وكل التهويل وكل المجازر لم تضعف المفاوض الفلسطيني ولم تجعله يقدم تنازلا في القضايا الأساسية التي لا يمكن التنازل عنها، والتي من جملتها عودة النازحين إلى شمال غزة بلا قيد وبلا شرط، أي من جملة الشروط. موضوع مو بس موضوع أسوة. إذن لا في الميدان ولا في المفاوضات ولا في الضغوط. طيب إلى أين؟ عشان ما نطول عليكم أكثر. إلى أين؟ في آخر المطاف يجب أن يتوقف نتنياهو وسيعجز عن تحقيق الأهداف التي أعلنها. طيب هاي بعد 6 أشهر. بعد 6 أشهر من شو؟ تتذكروا بالأسابيع الأولى، اليوم في مقالات بكيان العدو بيقول، بيسأل لنتنياهو لجالنت ولهاليفي، بيقولن هو 360 ألف جندي احتياط اللي أخدتوهن من بيوتهم ومدارسهم وحقولهم ومصانعهم وجامعاتهم، أو شو عملتوا فيهم؟ وين أني؟ وين صعبوا؟ شو عملوا؟ شو أنجزوا؟ هو الإضافة على الجيش النظامي. طيب وهو عجز حتى الآن عن تحقيق أي من الأهداف التي أعلنها. بعد 6 أشهر عجز عن القضاء على المقاومة وبالتحديد على حماس التي يكرر اسمها، وبعد 6 أشهر لم يستطع لم يتمكن من استعادة الأسرى إلا استعاد بعضهم بالمفاوضات، وبعد 6 أشهر ليس لدى نتنياهو ولدى حكومة العدو التي تدير الحرب تصوراً أو خطة لليوم التالي، لأنه ما عارفين كيف بدأ تكون غزة، كيف بدأ تندار غزة في اليوم التالي. ضايعين، ساعة بقول لك دول عربية وجيوش عربية، وساعة منجيب السلطة، لا مش مقبلين بالسلطة، ساعة عشاير، ساعة عيل، ساعة نعمل احتلال، منعيد مستعمرات، لا منطلع ومنعمل هيمنة أمني، لا هلا ضايعين الإسرائيلي. خلي حدا يجي يقول رسميا هذه خطة اليوم التالي. هذا دليل شو إخواني وأخواتي؟ هذا دليل الفشل ودليل الوهن، دليل ارتباك ودليل الضياع، لما واحد ما عارف شو بده يعمل. ما قبيل مين؟ قبيل غزة. شو بده يعمل؟ ما هو اليوم التالي؟ ما هي صورة غزة بعد أن تقف الحرب؟ نتنياهو وحكومة العدو ما عندهم خيار. هلا مثل ما نحكيت بآخر كلمة، الموضوع موضوع وقت، موضوع عد أصابع، لكن خلينا نكون واقعيين. وبس احكي بعض الأرقام السريعة، لأن العناوين السريعة، وإلا كل عنوان له تفصيله. نتنياهو طبعا بدل ما يبلش ينزل عن الشجرة راح لقدام، بلش يحكي عن النصر المطلق، النصر الكامل. ما في وقت كنت أقرأ لكم، ولا الإخوان بعتوا لي ليست طويلة عريضة بمسؤولين كبار وجنرالات احتياط وصحفيين وباحثين ومعلقين يسخرون من نتنياهو، إنه هاي فيك تشرح لنا يا شيء يعني النصر المطلق؟ بعد 6 أشهر تحكي النصر المطلق، شو يعني النصر المطلق؟ الجيش اللي بده يحقق نصر مطلق فيه شرح لنا شو يعني النصر المطلق أو النصر الكامل؟ طيب إذا أخذنا المعطيات التالية: وضعية الجيش المتعب الذي يحتاج إلى ضباط وجنود جدد، مشكلة تجنيد وقانون التجنيد والمشكل مع الحريديم، مئات آلاف الذين غادروا، أنا ما بدي أقول وعن، في حكي بـ500 ألف غادروا الكيان، في حكي بـ800 ألف، في حكي بـ900 ألف. قرأت قبل أيام استطلاع رأي، استطلعوا آراء الإسرائيليين الذين غادروا كليا، يعني خرجوا من فلسطين، أن 80% لا يريدون العودة،
مئات آلاف المهجرين في الداخل، داخل فلسطين المحتلة من الجنوب ومن الشمال. استطلاعات الرأي تبع مستعمرات الشمال هون في بعض المستعمرات، لأنه قد ما تقرب على الحدود 80% لا يريدون العودة، و40% بعضهم لا يريدون العودة، وكثيرون منهم رتبوا حياتهم واستأجروا بيوت واشتروا بيوت وباعوا بيوت ونقلوا أولادهم على المدارس والجامعات. وهذا سيوجه ضربة لفكرة الاستيطان في المستوطنات الشمالية، لأنه موضوع الاستيطان هو مشروع استراتيجي أمني، هو مش موضوع إسكاني عادي، هذا بده شارح لحال. تأثيرات الوضع الاقتصادي والمالي نتيجة البحر الأحمر والبحر العربي وما يفعله الإخوة في اليمن والمعركة في غلاف غزة والمعركة في جنوب لبنان وشمال فلسطين. الوضع داخل الحكومة المتضاربة والمتشاتمة، انتهاء فترة السماح، أول شهر شهرين ثلاثة قالوا هلا معركة وجود وبقاء، لازم نطول بالنا على نتنياهو وعلى الحكومة ونتضامن تضامن وطني لنقطع هاي المرحلة. هاي مرحلة السماح خلصت. الآن لابيد بده انتخابات مبكرة، وجنتس بده انتخابات مبكرة، والأمريكان عم يحكوا بانتخابات مبكرة، وهذا بشكل ضغط كبير على نتنياهو وائتلاف. انتهاء فترة السماح، الدعوة للانتخابات المبكرة، تراجع كبير في تأييد الإسرائيليين لمواصلة الحرب. ليه؟ لأنه طيب أول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، سادس شهر، ما في شيء، ما في أفق. طب لو ما أخذنا أنت بتبلش الرأي العام ينزل إلى حد ارتفاع الأصوات اللي عم تقول لا وقف الحرب خلصنا، الأولوية لإطلاق سراح الأسرى، وبعدين نحكي موضوع حماس وغزة شو بدنا نعمل. خسارة الوضع الدولي، هاي أول مرة بتاريخ الكيان من 48 الكيان، كيان العدو يشعر بهذه الخسارة على المستوى الدولي. هلا ممكن حدا يقول إلى إيمي ما إلى إيمي، بس هاي وحدة من النتائج. اليوم منظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي من غير شر بياخذ أرى وإطلاقنا ما بيرد عليه الإسرائيلي، مش أول مرة. كثير من الدول، بعض الدول قطعت علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي، كثير من الدول بلش النقاش بوقف بيع السلاح. صورة إسرائيل في العالم، ولذلك ترامب أمس اللي هو الصديق المخلص والوفي لإسرائيل ولنتنياهو شخصيا، تعرفوا الصداء بيناتهم، وإن كان نتنياهو خانه هو بعدين سبوا، إذا ترامب لما صعد بالانتخابات سبوا لنتنياهو قال واحد بلا وفا، تتذكروا هذاك اليوم. هلأ رجع أتذكر صداقته وقال له أمس أدعوك إلى وقف الحرب فورا والذهاب إلى الوضع السلمي، لأنك تخسر في حرب العلاقات العامة في العالم. جزء من العلاقات العامة الإعلام، العلاقات الدولية، الموقف الدولي. أمس بالاتصال اللي نقله على دمة اللي نقله أنه بايدن عم بيقول له لنتنياهو أنت خسرت العالم، حتى حلفائك وأصدقائك بلش يبلغونا أنه هني بدهم يبلشوا يعيدوا النظر بسياستهم تجاه الكيان. هذا أدي بتحمله إسرائيل، ممكن نتنياهو يتحمله، بس إسرائيل أدي بتحمله. حراجة الموقف الأمريكي أنه طيب الأمريكان عطوك وقت شهر اثنين ثلاثة أربعة، كان يجوا على لبنان ويقولوا آخر كانون تاني، خلص كانون تاني بشباط أبي شعبان أنه قبل أول رمضان بتوقف الحرب. طيب عطوا وقت شهر اثنين ثلاثة ستة. طيب إذا أنت فاشل وأنت عاجز وأنت أحمق وأنت غبي وأنت مش فاهمان حالك شو عم تعمل وأنت ما عندك وضوح في اليوم التالي وأنت وأنت وقعد جوائم جوائم ومجازر، أنه هذا الحليف المغطيك ومتبنيك يعني بالنهاية ما عنده انتخابات ومحرج، بالنهاية هونيك في ناس وعندهم صوت وعندهم رأي. وهذا اللي دقل أمس عن اتصال بايدن مع نتنياهو يعبر عن هذه الحالة، وإن كان يجب أن لا نغتر. يعني موضوع النفاق الأمريكي بيبيعوا حكي للعرب وللفلسطينيين وللعالم ولدول العالم، وبيهدد وبيوعد وبيزبد، وشوي قوافل طائرات الصواريخ والقنابل والتسليح لإسرائيل والمال لإسرائيل على قدم وساق، لكن بالنهاية كمان هذا عامل حاضر ومؤثر.
عجز العدو لا خطة لليوم التالي حكيت فيها، هاي كمان بتعمل الأيرباك بالنهاية لوين بده يضطر يوقف الحرب، العجز عن إغلاق الجبهات الأخرى، كتير بذلوا جهد ليوقفوا جبهة لبنان ما أدروا، الأمريكان هددوا وبقيوا هددوا، دول أوروبية نقلت رسائل تهديد وهددت بعضها هدد ما أفاد، تهديد بالحرب الشاملة على لبنان ما خلى الجبهة توقف، الأصوات الداخلية التي هي عن عمد أو عن غير عمد، عن قصد أو عن غير قصد، وهذه البلبلة اللي انعملت بالبلد إنه هذا بشكل ضغط داخلي على المقاومة لتوقف الجبهة ما وقفت وما حتوقف، إذن جبهة لبنان ما بتوقف، خلص مربوطة محسوم هذا الشيء بموضوع جبهة غزة. طيب بموضوع اليمن، إنه قال له للإسرائيلي خلي اليمن عليه، وإجت الأساطيل الأمريكية والبريطانية والأطلسية وما قدروا عمل شيء. هلأ بيتغنوا الأمريكان الجنرالات بيقول لك إيه ما خففنا، شو خففت يا حبيبي، ما لما شركات كبريات شركات العالم عاش تبعت سفنها، والسفن الإسرائيلية صارت تتجنب أنه تمر بالبحر الأحمر، بالطبيعة الحال عدد العمليات بده ينزل، لا لأنه في إنجاز، في إنجاز أنه حقيقة قدر منع الإخوة في اليمن، قدروا منعوا الكم الأكبر من السفن من العبور، وبالتالي مش محتاج، يعني إذا ما في سفينة رايحة على فلسطين محتلة يعني أنصار الله لازم يطلعوا هيك أنه بدنا نقوس يعني بده يضرب صواريخ ومسيرات، ما هذا إنجاز محقق. وكل التهويل والتهديد الأمريكي والبريطاني والدولي والمجتمع، والمجتمع الدولي أيضا للأسف ما قدر أوقف هذه الجبهة، جبهة العراق الفعالة والقوية تجاه فلسطين محتلة، وهذا كان هو الأصل في الحقيقة. إذن ما قدر وقف الجبهات، هذا كمان بعده مشكل عامل ضغط، ولذلك هو عنده بالشمال مشكلة وبإيلات مشكلة وبالاقتصاد مشكلة وبنقل البضائع مشكلة وبالأمن العام عنده مشكلة، يعني الأمن العام للكيان. طيب وعندما تقف الحرب أيها الإخوة والأخوات سيكون الكيان أمام الاستحقاقات الكبرى، الاستئالات، التحقيقات، لجان التحقيق، المحاكمات، الله أعلم اليوم التالي في الكيان ماذا سيكون عندما تقف الحرب، وهذا ما يهرب منه نتنياهو عم يربح وقت وبيمد بالحرب وبيمد بالحرب. لذلك نحن نرى بالمنطق بالمعطيات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والمعنوية، هلا ما عم نحكي لا مغيبات ولا عم نقول فلان أهل كشف وفلان شاف منام وفلان متفائل، وما عم نحكي بس انطلاقا من الخلفية الإيمانية، وإن كان الخلفية الإيمانية تبقى حاضرة بشكل دائم، لكن لما بنحكي بالمعطيات السياسية والميدانية والعسكرية والاقتصادية والأمنية والدبلوماسية والمحلية والإقليمية والدولية، نرى بوضوح ما كان يقول عنه سماحة القائد منذ الأيام الأولى، أن إسرائيل هذه ستهزم وأن غزة ستنتصر وأن المقاومة ستنتصر. نتنياهو وائتلاف نتنياهو لا خيار أمامهم سوى أنه يجي وقت يوقف الحرب، ولما بتوقف الحرب هذا بحد ذاته هزيمة لإسرائيل وانتصار المقاومة، بمعزل عن كل التفاصيل التانية ممكن واحد يحكيها بعدين، والتداعيات على الكيان والخسائر الاستراتيجية وزلزلة أسس الكيان اللي حكينا عنها بالسابق وما بدنا نرجع نعيد، بس في فرص بعدين نحكي أكثر، هذا نحن شايفينه. وعندما نقاتل في جبهة لبنان أو في جبهة العراق أو في جبهة اليمن إسنادا للمعركة الميدان الأصلي الذي يقاتل فيه إخواننا الفلسطينيون، نحن نقاتل برؤية نصر واضحة وبينة ومشرقة وآتية، والموضوع هو فقط موضوع وقت. نعم في هذه المعركة يوجد تضحيات، يوجد شهداء، يوجد معاناة، يوجد آلام، في كل الأحوال أنا أعتقد ونحن نعتقد أنه الأمريكي بده يوصل لهذه النقطة، العالم طبعا كله وصل لهذه النقطة، مجلس الأمن لما بيقول إطلاق نار فورا
وما ردت إسرائيل، يعني المجتمع الدولي كله وصل لهذا النتيجة. بعد في الأمريكان، هلا إذا صح ما نقل إنه بايدن قايل له وقف إطلاق نار، إذا صح ما نقل إنه ترامب عم بيقول له وقف الحرب، يعني هي كل أمريكا، هذا الجمهوري وهذا الديمقراطي. طيب وداخل الكيان هاي الصراخ العالي والمظاهرات اللي بلشت تطلع وتكبر في وجه نتنياهو. إذن كل المعطيات بتوصلنا لهذا النتيجة، لكن المهم أن نواصل، أن نواصل وأن نصمد وأن نثبت وأن نتابع في غزة، في الضفة، في جنوب لبنان، في اليمن، في العراق، في الموقف السياسي في إيران، في سوريا، في لبنان، بأمل واضح وكبير أنه لا، هاي معركة نحن رايحين فيها نصر. اللي خمنوا هاي المعركة رايحين فيها على هزيمة، أنا أدعوهم إلى أن يعيدوا حساباتهم في لبنان وفي المنطقة، يعيدوا حساباتهم. الخصوم يعيدوا حساباتهم، والأصدقاء يعيدوا حساباتهم. محور المقاومة في هذه المعركة ذاهب إلى انتصار كبير وتاريخي إن شاء الله. تبقى مسألة اللي وعدت أني بدي أرجع لها، هي رد الإيراني. طبعا اليوم، هلا نحن اليوم، بكرة، بعد بكرة، أسبوع، 10 أيام، 20 يوم، شهر أكثر أقل، ما بعرف، تمام؟ لأنه مع الإخوة الإيرانيين مش متلنا بنحمى بسرعة. الإخوة الإيرانيين بيقعدوا بيفكروا بيحسبوا بيدرسوا كل شيء، احتمالاته ما أدري شو إلى آخره. فلذلك بموضوع الوقت حدا يستعجل ويقول شو بينتأخروا، ما عملوا، ما سووا، ولا جايكم بالحكي. موضوع القنصلية الإيرانية هو مفصل في الأحداث التي حصلت من 27 إلى اليوم. لما بنسمع كلام سماحة القائد، ونحن بنعرفه منيح وعايشناه عشرات السنين، وبنسمع كلام مسؤولين في إيران، نستطيع أن نستنتج بوضوح. يعني ما في حاجة إنه ولا حدا يجي يقول والله السيد يعني قالوا له شيء، بلغوا شيء، عنده معلومات خاصة، حطوا هذا على جنب. يكفي أن نستمع لبيان سماحة القائد وخطابه اللاحق، يعني سوف حكي مرة أو مرتين بعد البيان، عن الرد، عن رجال إيران الشجعان، عن الندم عن الندم الإسرائيلي، وعن الصفعة التي ستتلقاها إسرائيل. نستطيع أن نستنتج لكل القاعدين بيسألوا بيحكوا على مواقع التواصل وبالإعلام، أتعذبوا حالكم، لا تعذبوا حالكم، كونوا أكيدين ومتيقنين أن الرد الإيراني على استهداف القنصلية في دمشق آت لا محالة على إسرائيل. هذا رد آت لا محالة. هلا مش مهم هو تعاون التواصل الاجتماعي بيقتنع وما بيقتنع، المهم الإسرائيلي شو مقتنع. الإسرائيلي مقتنع، ولذلك بلش تدابير بالكيان، المواد الغذائية، تعاونيات، مولدات الكهرباء، الأدوية، تأمين الأماكن. عم نحكي بالوسط، هم مش بالشمال وبالجنوب، بجوش دان، بتل أبيب. مما اضطر المتحدث الرسمي طبعا الجيش الإسرائيلي يطلع وقال لهم طولوا بالكم، نحن منخبركم. شو طولوا بالكم حبيبي؟ ليش انت إلك مصداقية؟ هذا لحاله بحث في مقالات مصداقية المتحدث الرسمي بالجيش للجيش الإسرائيلي. عند الإسرائيليين كذاب أشر، عند الإسرائيليين باستطلاعات هوائية. الإسرائيلي بده يعرف شو فيه بغزة وبالشمال، بيشوف المقاومة، ما بيشوف المتحدث الرسمي تبع الجيش الإسرائيلي. طيب، ومن هلا استدعوا كل الاحتياط تبع جنود الدفاع الجوي، واستدعوا من وقفوا اجازات الجنود، وانا بعتقد بيعملوا بعد خطوات لاحقه، وبلشوا التشويش على الجي بي اس بكل المنطقه، طبعا شيء خطير. وبدهم يعني هلا قاعدين ناطرين، هلا القصه على همه الايراني، امتى بتطلع معه، امتى بيرد، امتى
هذا جزء من المعركة يا إخوان. مش كل شيء واحد عشرة، في واحد اثنين ثلاثة أربعة يوصل لعشرة، جزء من المعركة. هذا تلف الأعصاب وتلف الدماغ واستنزاف العدو نفسيا ومعنويا وإلى آخره. إذن الأصل محسوم. هلا وين، كيف، أيمتى، الحجم شو، هذا أصلا إحنا مش معنيين نسأل عنه ولا ندخل فيه، وهذا عند سماحة القائد والمسؤولين في الجمهورية الإسلامية. واليوم إيران كلها على قلب رجل واحد، ما بعتقد في حدا بإيران حتى لو عنده مشكلة مع الحكومة أو مع الدولة أو مع النظام يتحمل أن تتعرض قنصلية إيرانية تابعة لوزارة الخارجية لدولته لعدوان سافر من قبل إسرائيل بهذه الطريقة، ويتحمل قتل هؤلاء الأعزاء بهذه الطريقة. أنتم تعرفوا الإيراني زي كده، حدا عم بيراهن كمان أنه هاي يعني بتعمل خلاف داخل إيران ونزاع داخل إيران؟ لا، عندما يمس بالسيادة الإيرانية هذا موضوع، وسيادة الجمهورية الإسلامية هذا موضوع فوق الخلافات السياسية. الإيرانيون لا يقدمون الصغائر على الأولويات الكبرى مثل ما عنا بلبنان وغير لبنان. لذلك هذا الأمر آتٍ لا محالة إن شاء الله، ونحن بانتظاره. هلأ على ضوءه الشيء الثاني اللي هو مهم، على ضوءه إسرائيل كيف بده يتصرف؟ بيبلع ما بيبلع؟ بيعمل رد فعل ما بيعمل رد فعل؟ شو رد الفعل؟ شو بيكون رد الفعل على رد الفعل؟ هون معناتها المنطقة دخلت في مرحلة جديدة. يعني حبيت أوصل لهذه النقطة. وبالتالي ما حدا يدس راسه بالتراب، الكل يجب أن يرتب، أن يحضر نفسه وأن يرتب أموره وأن يحتاط في الحد الأدنى، أن يحتاط كيف يمكن أن تذهب الأمور، كيف يمكن أن تسير الأمور. يجب أن نكون جاهزين فيها لكل احتمالات. وإن شاء الله هذا التطور، يعني هذه الحماقة التي ارتكبها نتنياهو في القنصلية في دمشق، هذه الحماقة كان الإمام خميني يقول الحمد لله الذي جعل أعداءنا من الحمقى. إن شاء الله هذه الحماقة ستفتح بابا للفرج الكبير لحسم هذه المعركة والانتهاء منها قريبا إن شاء الله. في جبهتنا، في كل جبهات المساندة في يوم القدس، التحية لليمن لمقاتليه وجنوده وقيادته الشريفة والحكيمة والشجاعة، ولشعبه الذي لا يكل ولا يمل. شهر رمضان وصوم وفي دائما في الساحات. للعراق ومسيراته وصواريخه، للجبهة في لبنان، لإيران وسوريا على الموقف الصامد والتحمل، وفي جبهتنا اللبنانية نحكي بعد كلمتين عن جبهتنا اللبنانية. مقاومين في يوم القدس نوجه لهم التحية، وطبعا حتى الآن قبلوا بلاء حسنا، وموجودين في الخطوط الأمامية وموجودين على الحدود وعلى مقرب من الحدود. وكونوا مطمئنين، بحب طمن كل الناس، على الإسرائيلي عمل كتير قصف وضرب أماكن وضرب أهداف، على بعدين نحكي شو طبيعة الأهداف اللي ضربها، وسقط المقاومة شهداء، ولكن المقاومين موجودين وجاهزين. وبتعرفوا لما نحن بدنا نقوم برد فعل، نحن بس بنحتاج الاتصال مع الإخوان بالجبهة. إلى هذا المستوى الجهوزية قائمة. هلا بتقلوا بدي 100 صاروخ على الجولان، 100 صاروخ مش 10، بدي 100 صاروخ على الجولان، دقائق معدودة شباب بنفذوا بيطلقوا 100 صاروخ على الجولان. وهكذا دواليك جهوزية، كونوا مطمئنين كاملة. معنويات المجاهدين عالية جدا، الاندفاع للحضور في الجبهة الأمامية على درجة عالية، ومعنا مشكلة على هذا الصعيد خلافا لما يحاول بعض أن يثيره، أن والله القصف الإسرائيلي والشهداء وما الشهداء، هاي معركة، هاي معركة. نحن معودين في معاركنا على هذا المستوى من التضحيات، عوائل الشهداء وثباتهم وموقفهم واعتزازهم بشهدائهم، أي من نواة الأول.
جوحة وسبات الجوحة ولغة الجوحة ومنطق الجوحة، الصامدون الذين ما زالوا في القوى الأمامية، والنازحون من القوى الأمامية الذين ما زالوا يشكلون البيئة الحاضنة. نحن منقدر أنه هذا شيء مجهد لإلهم، صح؟ يعني مرة القصة والله جمعة جمعتين شهر اثنين بيتحملوا الناس. طيب شهر اثنين ثلاثة صارنا ست شهور، هلا فاتين بالشهر السابع مش معلوم، لكن مع ذلك هذه البيئة التي تتعرض بشكل مباشر للنزوح والاستهداف موقفها مشكور وكبير وعظيم. وهم على كل حال يعرفون يعني، وعلى الشعب اللبناني أن يعرف أن إنجازات هذه المعركة التي تشكل جبهة جنوب لبنان جزءا منها، إنجازاتها لم تعود وبركاتها فقط على غزة وعلى الفلسطيني أو على المقاومة في لبنان، على كل لبنان، لأنه هذا في قوة للبنان، في تعزيز لموازين الوضع في لبنان. نحن بكرة جايينا موضوع الحدود البرية، وجايينا موضوع النفط والغاز اللي مبين مبوكل بشكل أو بآخر. طب هذا كيف يعني؟ أنه ماشي وسمنا حدود بالبحر ويا فرحتنا صار عنا حقول. هذه اللعبة بدنا نرجع نتفضل شوي، قصة توتال وموتال ومدري شو، يعني الإسرائيلي بده يستخرج بكاريش ونحن بعدنا قاعدين رحمة العالم علينا؟ يعني الموضوع بده علاج بكل الأحوال. إنجازات النصر أمنيا واستراتيجيا وبريا وبحريا وسياديا ستعود بركاته على كل لبنان وعلى كل الشعب اللبناني. موقفنا موضوع الجبهة هو ذاته، تقف في غزة تقف عندنا، كل الأحلام اللي عم بيحلموها وعم التياب اللي عم بيخيطوها لمنطقة جنوب الليطاني هذا حكي فاضي. في نهاية المطاف الميدان والوقائع ونتائج هذه الحرب وهذه المعركة هي التي ستفرض النتائج، ولبنان هو في موقع القوة. وكل اللي رجعوا بالأيام الماضية لاحظتوا 3-4 أيام رجع التهويل، طبعا كل مواعيد الحرب اللي بيحطوها بعض اللبنانيين للأسف، ونأسف انه بلبنان في هيك ناس وفي هيك عالم، يعني هن بيحطوا هن مبسوطين، هم يدعون إسرائيل للقيام بحرب على لبنان، وهذا حرية رأيها وحرية رأي. يعني إذا القضاء بيستدعي حدا بيطلع انه حزب الله، ما طالبين من حدا يعني. أصلا نحن كله هذا ما هي منا. هلا الإخوان بيعرفوا رأيي يعني. أنا بقول لهم اللي بيحكي واللي بيقول واللي بيطلق تركوهن، لك ما تقروهن، لك ما تسألوا عنهم. يعني أنت عم تخوض معركة بالإقليم، معركة كبرى، جزء من معركة كبرى سترسم مستقبل المنطقة. شو طالع لك واحد هذا بيحكيش فيك من هون هذا من هون، شو بدك فيه؟ في بعض الناس بينقهروا، خي ليش تنقهروا؟ خليني ينقهروا، خليني يغتاظوا. فإن والله واحد بيطلع بيقول لك إنه إيه، خلي إسرائيل تجي تاخد جنوب الليطاني، خلي تدمر جنوب الليطاني، خلي تدمر لبنان نرجع من عمره. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. هو لبنان عملته في حرب أهلية، أنتوا أخذتوا العراق، مش الدولة اللبنانية أخذت العراق، أنتوا أخذتوا العراق. هلا هذا ملف، في بعض الأصدقاء بعت لي أفكار حول الموضوع، مش ملاقيه أنا بيوم القدس إني أحكي فيه، بنحكي فيه بوقت تاني. الحروب العباسية اللي أنتوا أخذتوا قرارها ضد ودمرتوا لبنان، شدوتوا عمرتوا، وقد إيه حملتوا الخزينة اللبنانية اللي عمرتوا هذا البلد، هذا بحث يطول. لكن بيطلع واحد إنه إيه إسرائيل تعمل حرب وتجتاح جنوب الليطاني وتدمر حزب الله، وهو حرية رأي وبيكتب وبيطلع على التلفزيون، وممنوع حدا يحكي معه، ممنوع. على كل حال هذا كله لا يقدم ولا يؤخر، لكن هاي الإثارة وإنه والله الإسرائيليين والحكي مجددا عن الحرب الشاملة باتجاه لبنان، أنت بغزة مش مخلص وبدك عسكر عم تقاتلوا الحريديم والمريديم والمالية والدفاع على تجنيد 20,000 و14,500، ورفح عامل لي منها برلين، بدك تعمل حرب مع لبنان يا أخوات يا مجنون. لكن في نهاية المطاف من واجبنا أن نقول للعدو الذي يعرف، وللصديق
أيضا الذي يعرف ليزداد إيمانا. ولهؤلاء التافهين لنقول للجميع، هذه المقاومة في لبنان لا تخشى حربا ولا تخاف من الحرب، وإنما أدارت معركتها خلال الأشهر الستة حتى الآن ضمن رؤية واستراتيجية مكملة للمعركة القائمة في المنطقة بما يحقق النصر ويحفظ لبنان، ولكنها على أتم الاستعداد والجهوزية معنويا ونفسيا وإراديا وعسكريا وبشريا لأي حرب سيندم فيها العدو لو أطلقها على لبنان. ما حدا يكون عنده قلق، ما حدا يكون عنده تردد، مثل ما كانوا يقولوا إخواننا، السلاح الأساسي بعد ما طلعناه، القوات الأساسية بعد ما استخدمناها. لمعلوماتكم نحن بعدنا حجز قوات مش عاملين، نحن الشباب يشتغلوا بالجبهة خدمة إجازة، يعني بيروح بيخدم وقته بيوجع على بيته، بيطلع بديله بيخدم وقته بيوجع على بيته وهكذا، ومع ذلك عاملين الإنجازات المعمولة بالشمال اللي سألوا الإسرائيليين عنها. هو اللي بيقول لك جبهة لبنان شو عاملة عن الحزام الأمني داخل فلسطين المحتلة، عن 230 ألف مهجر، عن تعطيل الزراعة، عن إماتة الشمال، عن خسران الشمال. هذا يا إخوان عاملينه بسلاح المتواضع المعروف المعلن تبعنا، وبدون استنفار وبدون حجز قوات وبإدارة هادئة. أما إذا بدهم يجوا للحرب، شو كنا نقول؟ نرجع منقول يا هلا ومرحب، يا هلا ومرحب. هذه الحرب التي هرب منها الإسرائيلي منذ اليوم الأول، لا مش لأنه الأمريكان ما بدون، لأنه قيادة العدو العسكرية تعرف ماذا يعني الذهاب إلى حرب مع لبنان. أنا دائما لا أنفي هذا الاحتمال، ولكن أؤكد دائما أن المقاومة قوية وأن لبنان قوي بهذه المقاومة وبالمعادلة الذهبية وبهذا التضامن في بيئة المقاومة، التضامن الكبير في بيئة المقاومة وفي قدراتها وإمكاناتها، ولذلك هذا الأمر لا يمكن أن نخشاه بالداخل. لا بدنا نفوت بسجالات ولا شيء، خلينا نشوف هذه المعركة لأين ستصل. كان بدي أقولكم شيء من خطاب أمير المؤمنين، تحملوا بعد دقيقتين ثلاثة، بس دقيقتين ثلاثة لأقول خلفية، يعني هذا كله نحن عم نعمله ما مفتشين فيه عم كاسب سياسي. هول خايفانين انه والله بكرة ايران تقعد، شوفوا يعني دعالاتهم صغار، معلش ايران حتقعد مع امريكا وتقول طيب يلا عدوا هيدا الطاولة ورئاسة بلبنان شو نعمل، حكومة شو نعمل، شو الحكي الفاضي. اللي خايفانين شوي بيطلع، يعني اللي بيطلع بيقول لا نرضى ان تتم تسوية في المنطقة على حساب لبنان، يعني على حسابهم هن. هذا بتعرف شو بيعني؟ بيعني انه مش واثقين بالامريكان، مش واثقين بحلفائهم، مش واثقين باصدقائهم. طيب ليش نحن ما منخاف من التسوية؟ لانه واثقين بحليفنا، ما منخاف. هلا انا اذا بيقولوا لي او انتم اذا بيقولوا لكم الايرانية والامريكان قعدوا بدوا يناقشوا ملفات المنطقة، انا ما بخاف ولا بقلق وبحط جريب مي باردة. بس الفريق السياسي الاخر أصدقاء أمريكا، مش نقول أكثر منه، خلينا لايقين ومحترمين والدنيا صيام. أصدقاء أمريكا في لبنان بيصيروا عندهم رعب، رعب بس ينقال هلا واحدة من إيجابيات هو اللي بيكتبوا مقالات وبيقول لك المفاوضات الإيرانية الأمريكية والسؤال، هو بيموت رعب بس يسمع. أمتى بينبسط؟ بس تختلف إنه ما في، خلص ما عادش في مفاوضات بين إيران وأمريكا، أوف بينبسطوا. لا بيقول لك ما في شيء حسابهم، خي ما بتوصلوا انتم بحليفكم، شو بعملكم انا؟ نحن مش دايرين على مكاسب سياسيه، نحن موقفنا مثل ما بلشت اول خطاب، اسلامي ايماني شرعي نبوي. اليوم لو جاء ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى سيد المسيح ورسول الله محمد وكل انبياء الله الى العالم هلا وكل الاوصياء والاولياء وانسالوا
أمام الذي يجري في غزة شو موقفكم؟ شو بيجاوبوا؟ حياد ما لنا خصة؟ هنقلكم جملتين بس ومنختم فيهم الخطاب. الأمير عليه السلام هاي أيام شاهدته، تعرفوا آخر شيء بعد صفين وبعد التحكيم وبعد النهروان وضع صار صعب، وصار جيش معاوية يهجم على أطراف العراق. بيقول هذا هي الخطبة المعروفة بخطبة الجهاد، واللي لما كنا بالمدرسة بلبنان كانت موجودة بالأدب العربي، هلا بعرف شالوها ولا بعده، بس أنا بتذكر لما كنا بالمدرسة بالتعليم كانوا حاطين اللي أولا أما بعد فإن الجهاد باب من شو بقول؟ فوالله ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذل، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت الغارات عليكم وملكت عليكم الأوطان. وهذا أخو غامد أحد قادة معاوية، قد وردت خيله الأنبار، الأنبار المعروفة فات على الأنبار وكانت تابعة لدولة الكوفة، وقد قتل حسان بن حسان البكري وأزال خيلكم عن مسالحها. ولقد بلغني، هون الشاهد يا أخواني وأخواتي، شوف هذا الإسلام مو داعش، هذا الإسلام. ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى والمعاهدة، يعني قلبه مش بس على المسلمة وعلى المسيحية وحتى على اليهودية، لمن كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة، يعني التي لها عهد مع الدولة الإسلامية، فينتزع حجلها وقلبها وقلائدها ورعاثها، أو كل تفسير يعني الحلق والأساوي والعقود يأخذهم، الحلق يشرط لدينتها يأخذ الحلق من دينتها ورعاثها، ما تمتنع منهم، ما قادر تدفعوا عنها إلا بالاسترجاع، إن الله وإن إليه راجعون، والاسترحام طلب الرحمة. ثم انصرفوا وافرين، ما نال رجلا منهم كلم، يعني ما حدا صابوا شيء، لا جراح ولا قتل ولا أريق لهم دم. اسمعوا ماذا يقول علي بن أبي طالب، أيها المسلمون عموما اسمعوا ما يقول علي بن أبي طالب، وبالخصوص اسمعوا يا شيعة علي بن أبي طالب، فلو أن امرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما بل كان به عندي جديرا، فيا عجبا والله يميت القلب. يعني شو عم بيقول الإمام عليه السلام أمام هذا الحدث اللي اسمه فاتوا على النسوان، ما شلحوهن تيابون، ما اغتصبوهن، ما اعتدوا عليهن، ضربوهن وأخذوا الحلق من دينيهن، شرطوا لهم دينيهن، مدوا إيديهن على إيديهن وأخذوهن الأساور وعلى صدورهم من فوق التياب وأخذوا العقود. الإمام شو بيقول؟ أمير المؤمنين بيقول فلو أن امرأة، وهون بيشمل المسلمة والمسيحية، فلو أن امرأة مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما. أصلا من 6 أشهر هذا اللي عم بيصير بغزة على نساء غزة، على أطفال غزة، على أهل غزة. كيف واحد بيقول عن حاله مسلم وقادر يعيش وينبسط ويكيف ويعمل حفلات أغاني ويكمل ترفيه وكأنه ما في شيء والدنيا كلها بألف خير؟ كيف 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 عم بحكي إنسانيا؟ بحكي إنسانيا. نحن أيها الإخوة في هذه المعركة في جنوب لبنان التي نقدم فيها خيرة شبابنا شهداء وجرحى، وتدمر فيها بيوتنا وأرزاقنا وسيعوضها الله إن شاء الله، ونتحمل فيها التهجير والضغوط والطعن في الصدر وفي الظهر و هذه بالنسبة إلينا هي معركة منطلقها إيماني
نبوي رسالي أخلاقي إنساني جهادي إخلاصي، ولن نتردد فيها على الإطلاق، وسنواصلها نحن وأنتم في يوم القدس. هذا عهدنا لكل شهدائنا، للسيد عباس، للشيخ راغب، للحاج عماد، للشهيد قاسم سليماني، لقادتنا، لسماحة الإمام المغيب السيد موسى الصدر، لكل الأحباء والأعزاء، سنكمل هذه المعركة حتى تنتصر المقاومة، وحتى تنتصر غزة، وحتى تهزم إسرائيل. أليس إن الصبح، هذا الصبح آت أيها الإخوة، أليس الصبح بقريب؟ كل عام أنتم بخير إن شاء الله. وهلأ على كل حال من هون قاعدين كليتنا ناطرين، مش هيك؟ الرد الإيراني وما بعد الرد الإيراني، لنشوف نحن وإياكم المنطقة لوين منكم. وموعدنا ما تنسوا، موعدنا التنين في حفل تكريم القائد الشهيد اللواء زاهدي وإخواني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.